السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. مكتب السوداني: سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم بعد انتهاء المقابلات. أصدر مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني اليوم الأحد بيانا حول مرشحي الكابينة الوزارية، فيما أكد استمرار المقابلات مع مرشحي المناصب الوزارية. وقال المكتب في بيان إن المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة مستمرة، مؤكدا إجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة. وأضاف إن مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين ويرأسها رئيس الوزراء المكلف، موضحا أنه سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية، وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة.